ليالي المحبين هي سهرة مزيج ما بين كل ما هو صوفي روحاني وكل ما هو طربي، لأنه الجمهور عرف علي المديديف في جوج الأنواع الموسيقية، عرف علي المديديف في الروحانيات والإنشاد والسماع الصوفي، وعرف علي المديديف كذلك في أغاني الزمن الجميل. فاحنا في هذه السهرة غادي نديروا واحد المزيج ما بين كل ما هو روحاني وكل ما هو طربي ومغربي خليجي، يعني واحد الميكس نعطيه للجمهور. نتمنى إن شاء الله ينال الإعجاب ديالهم إن شاء الله. خير دليل هو sold out. يعني خير دليل هو انه الحمد لله الناس خداو لي تيكي ديالهم وجاو حضروا لهاد السهره، لانه باش كتشوف ناس مازال عندها ذوق، مازال عندها واحد ضائقه فنيه جماليه، كتحس بواحد احساس زوين وكتحس بواحد الدعم النفسي، لانه كتقول مازال الذواقه، مازال هاد الفن اللي كندير مازال عنده الناس ديالو، مازال عنده المحبين ديالو. داكشي علاش سميتها ليالي المحبين، لانه كنعتبرهم محبين، ماشي جمهور ماشي دافان، يعني كنعتبرهم ناس محبين لهذا المجال الفني. ماشي سهلة أنك تفرض الاسم ديالك أو النوع الموسيقي ديالك، خصوصا مع هذا الزخم الموسيقي الفني وهذه الموجة الشبابية، يعني انتر بارونتيز كيسموها موجة شبابية، ولكن حتى احنا موجة شبابية، حتى هذا الفن موجة شبابية. وإلا شفتي أنه 90% من اللي غادي يحضروا كاملين شباب، يعني الأعمار المتوسطة ما بين 20 عام حتى ال 35 عام أو حتى 40 عام، فهذا كيفرح صراحة وكيشجعنا احنا كشباب أننا نبقى متشبتين بهذا النوع الفني وهذا النوع الموسيقي. وانت قلتي سر، لانه هو السر ما كيتبحش، ولكن نقدر نقول لك انه لا يصح الا الصحيح. حتى في الفن لا يصح الا الصحيح، يعني الا جينا نتكلموا على الاغاني القديمه او الاغاني الزمن الجميل، راه بقات مثابته لحد الساعه، بقى لحد الساعه الناس كتسمع لأم كلثوم، كتسمع لعبد الحليم، كتسمع اغاني الزمن الجميل، وكتسمع الاغاني جميله من التراث المغربي، كتسمع اغاني من التراث الخليجي، من التراث العربي ان صح التعبير. هاد الاغاني ما نسميهمش ثقال، ولكن فاش كدير لهم واحد التوزيع موسيقي معين، فاش كتعطيهم واحد الطابع شبابي معين، كيوصلوا للشباب، كيوصلوا للجمهور، وكتقول لهم هاد الطابع المغربي، هاد الطابع العربي، هاد الطابع مثلا الخليجي ولا اليمني ولا صنعاني ولا، فكتوصل لهم واحد المادة فنية بواحد الطريقة جميلة، كتقبلوها بواحد صدر رحب. هذا هو السر اللي خلى أن الجمهور يبقى مواكب الأغاني الجميلة. للملون قد سقى، للملون في كؤوس الغرب. المشاريع الفنية مع سي علي حمراس، إن شاء الله حمراس برودكشن، غادي نديروا جولة فنية في المغرب إن شاء الله تحت عنوان ليالي المحبين، ولما لا خارج المغرب إن شاء الله. وكان وعد الجمهور بمجموعة من الأعمال غتكون ما بين الصوفية الروحانية في الأعياد أو للمواطن الروحانية، وكذلك طربية وشبابية في الأوقات الأخرى إن شاء الله. كان وعد الجمهور بواحد المادة فنية زوينة، تمنى إن شاء الله تنال الإعجاب ديالهم إن شاء الله. انا اولا كما كنتش مغنيك سنكون كويري، يعني انا كنلعب كره من وانا صغير، باقي لحد الساعه كنلعب كره. كره القدم شي حاجه ممتعه، يعني واحد اللعبه ممتعه جدا، لا تكتيكمون ولا حتى في الفرجه ديالها، شي حاجه ممتعه بزاف. المنتخب الوطني الحمد لله كيف ما فرحنا في كوب دي موند، ان شاء الله نتمنى يفرحنا في الكاني ان شاء الله، ونتمناو خير ان شاء الله. مجموعة كنظن أنها مجموعة سلسة، ما سهلة، ماشي شي حاجة صعيبة، لأنه إحنا لعبنا مع فرق كبار، لعبنا مع منتخبات كبيرة، فنتمنى الحظ يحالفنا إن شاء الله.
كنشكر هيسبريس على هذه الاستضافه الطيبه والحضور ديالكم في ليالي المحبين. كنشكر كاع الجمهور اللي حضر ليالي المحبين، وكنشكر كاع الجمهور اللي كيتابعنا، وكنتمنى ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن ديالكم، ونلقاكم قريب ان شاء الله. وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج، وسحاب الخيل لها مطر. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.